دلوقتي رمضان انت وزارة الداخلية كرمتك وشكرتك على موقفك الشهم، ان انت لما لقيت ام يوسف بتصوت تمام رحت جريت بالعربية. احكي لي الاول الجزء ده وبعد كده احنا نكمل اللي عندنا. انا واقف عند الميكانيكي بربط العربية بتاعتي وسمعت شفت ام يوسف طالعة بتجري على الناصية بتاع الشارع. فهي طلعت لغاية الناصية فلقينا عربية ربع اللي دخلت تجري والاهالي كلها جاية بتجري وراها. فام يوسف بتصرخ امسك امسك، فانا بسأل في ايه؟ سمعت من يوسف ان هو اللي بيجري ده خاطف مرات حماده. ده في بدايه الكلام. كان بقى بتزعق بعيال وحسها. طبعا الشارع كله بيزعق مش هي بس. بس اللي انا جه في وداني منها ان هو خاطف مرات حماده. تمام. بناء على كده انا ركبت عربيتي ومعايا واحد صاحبي ركب العربيه واتجهت، ما مشيتش ورا في الاتجاه بتاعه. ماشي، لان هو الشارع اللي داخله اخر الشارع يمين هيرجع للناس تاني، شمال هيطلع على الطريق بره. بس في الوش خالص في بارك، هو دخل البارك ده عشان هو مش من المنطقه، اتزنق في البارك ده، هو ده اللي عطله شويه ان انا على ما طلعت له من على الشارع من بره. تمام. وقفت له على الشارع ده قفلته له خالص. السرعه اللي جايه بيها طبعا سرعه رهيبه، فغصب عني حتى لو هو داس فرامل انا هموت من السرعه بتاعته دي، هيقلبني بعربيتي. فوسعت له غصب، لازم اوسع له. وطبعا عدى من جنبي وما يعرفش طبعا ان انا تبعهم او مش تبعهم. انت كل ده بتجري ورا حرامي؟ لا، يوسف بتجري على واحد خاطف مرات حماده. بتجري ورا واحد خاطف واحده. اللي جه في ذهني ان هو مرات حماده دي اخت مراتي، اخت حماده تاني. ده اللي جراني ان في خطف عامه يعني. لما قفلت الشارع ده عليه والسرعه بتاعته جايه شديده، فاضطريت ان انا اوسع له. وسعت له ففضل بجري وراه، لفينا التجمع الثالث كله لفيناه. ومن طلع من التجمع الثالث على التجمع الخامس بنمشي عكس الاتجاه، طبعا السرعه رهيبه. يعني بالتالي انا بجري وراه اكتر من تلت ساعه، يعني دخلنا في نص ساعه. بنجري عكس الاتجاه، يعني الطريق اللي احنا ماشيين فيه عكس، يعني الناس جايه في وشنا. سرعه 130. عدل نفسه من عند جهاز المدينه بتاع التجمع الخامس في الشارع اللي هو اللي ماشي فيه مطلع، اللي هو هيتجه بقى على الدائره عشان يطلع خالص من القاهره الجديده. مطلع في اخر المطلع ده في منزل، المنزل ده هو جه على يعني لمح المنزل بتاعه ده لقي في مطب والزحمه، قال لك بس ده انا ايه هتزنق في الحته دي وهتمسك، يدوس فرامل انا ادوس فرامل برضه. فالعربيه عنده هو بيدوس فرامل بتسحف. فالسرعه اللي هو بيجري بيها دي والفرامل العربيه بتاعته سحفت، فانا حركه ذكاء ان انا رحت منزل غيار طبعا على العربيه عشان يعني عندي خلفيه عن السواقه كويس يعني. ورحت جاي له من الزاويه بتاعته الشمال ورحت مزود بنزين مع الفرامل بتاعته، خلت العربيه لفت. لما العربيه لفت طلع فوق الرصيف كان في صندوق كهرباء معمول بخرسانه، شالوا من مكانه. الكهرباء دي ولعت، يعني الكابلات دي ولعت والفيلا كلها طفت، اتقلب ثلاث قلبات بعديها ونزل في فيلا. طبعا انا لما خبطت العربيه عندي مش عارف ايه اللي لمس فيها، المهم ان هي ولعت. نزلت جبت الطفايه وجبت الماسوره بتاعت الكوريك. تمام. اديت الطفايه لصاحبي اللي معايا، قلت له طفي العربيه، وخدت الماسوره. انا ما اعرفش اذا كان في العربيه شخص او اتنين، بس هي كلمه خطف استحاله واحد هيكون سايق وخاطف. فانا جه في دماغي ان هو اتنين اكتر من شخص يعني. خدت الماسوره بتاعت الكوريك ورايح على العربيه، ببص فيها ما لقيتش حد. يعني هو كان طلع من العربيه. طبعا الناس اللي هي ماشيه في الشارع كله وقف، عربيه طبعا مولعه وعربيه مقلوبه، فاللي بيلحق ينقذ اي حد يعني. محدش عارف احنا بنجري بعد ليه. فطبعا لقيت واحد واقف على جنب بيحط ايده على دماغه كده، ده اللي لفت نظري ليه. الشكل بتاعه العام مش مظبوط، يعني الاجرام في وشه، لقيته يعني واخد ضربه في وشه كده، ضربه سكينه ضربه مطوه. دي علامه، يعني دي العلامه اللي فيه اللي هي ايه. ببص على هدومه لقيت عليها دم، قلت اكيد هو ده الشخص. دخلت عليه مسكته من القميص، قلت له بص اللي حصل، ما انا ما اعرفش انا بجري وراك ليه. بقول للناس هم كانوا اتنين، يعني انا بقول للناس دول كانوا اتنين بس ده واحد منهم. مسكت فيه بقول له اللي حصل معاك انا ما اعرفش انا بجري وراك ليه، بس انا سامع ان انت خاطف حد. اللي حصل معاكم وقصه العربيه بتاعتي انت ما دمرتها لي كده. يعني العربيه ما هي العربيه بالقسط حضرتك عليها 90,000 جنيه لسه. ماشي. يعني انت مسكت فيه لسبب اضافي. انا قلت له قلت له بص القصه بتاعتك دي هنجيب الناس وهنعرفها، بس قصه العربيه دي انت دمرتني كده. ماشي. فهو يعني بدا يمسك فيها هو كمان، وبقول للناس الاهالي ايه ده هما بيجروا ورايا عشان يثبتوني ياخدوا العربيه. ياخدوا يعني انا بجري ورانا وصاحبي عشان نثبته وناخد العربيه. طبعا انا ماسك ماسوره الكوريك في ايدي، لقيت الناس بتمسك فيا. ماشي. الاهالي اللي والناس اللي وقفت دي مسكت فيا. فطبعا انا رحت عشان هو ما يعني اللي خلاه طلع من العربيه وكان هيجري. ماشي. رحت ضربه بالماسوره في قصبه رجله، قعد على ركبه ما قدرش ان هو يقف من الضربه.
بيقول للناس لا ما تسيبوهوش وامسكوه مش عارف ايه واطلبوا الشرطه. رحت مديله ايه في دماغه ضربه بالماسوره تاني، وانا خايف برضو الناس هتمسك فيها ممكن يمشي. انا ما اعرفش، وهو مش هو كبير مش صغير يعني، هو عنده 45 سنه والاجرام في وشه. فالناس بقول لها يا جماعه انتوا حتى مهيزوا مين اللي بيثبت مين يعني، انتوا مسكتوا فيا ما تعرفوش ما تعرفوش ايه اللي حصل. ثواني الناس هتيجي يطلبوا الشرطه وانا هجيب الاهالي اتصل بحد الناس تيجي وتعرفوا القصه بالظبط. بس انا جريت وراه على سنه وخطف حد. فكلمت واحد صاحبي اسمه حماده هناك، قلت له يا حماده، هي الحته كلها اسمها حماده؟ لا ده تالت حماده اسمعه في حته. ده هو حماده، ما انا فاهمه في كذا حماده. ده عديل اتصل بيه قال له هاتوا. اتصلت بيه قلت له يا حماده انا قلب العربيه بتاعت الراجل وعربيتي مولعه والناس ماسكه فيا. انا ما اعرفش انا جبت الراجل ده، هل ده صح ولا غلط؟ هات الناس. قال لي انت بتهزر، انت مشيت. ما هو انا اصلا مشيت عكس الاتجاه، ما مشيتش وراهم هم بيجروا ماشي. فبقول له حماده انا دلوقتي ماسك الراجل والناس ماسكه فيا. قال لي عم انت بتهزر. فين وفين لما اقنعته ان انا فعلا واقف عشان احنا بنهزر مع بعض، فهو افتكر ان احنا بنهزر يعني. فقلت له يا حماده هات الناس، انا واقف عند قبل الكمين بتاع الجولف والحان عشان الناس هنا ايه ماسكه فيه وانا ما اعرفش انا واقف ليه. فما فيش خمس دقايق ولا ثلاث دقايق بالظبط كانوا عندي، فلقيت ام يوسف جايه بتمسك في الراجل وكانت معاها برضو الاخت. فبقول لها بص العربيتين قدامك اتدمروا، عايز اعرف ايه القصه وانا جبت الراجل اهو. فهي مسكت في الراجل؟ لا انا حتى ما خليتهاش تمسك في الراجل. لما أنا سمعت كده لما سمعت كده ايوه انت مسكتي فيه، ما انت مسكتي. لما انا سمعت ان هي قصه كبيره رحت انا مقومه تاني في الفيلا وبقيت اضربه. الناس جايه تضرب فيه قلت لهم لا سيبوني. هو ضربه بتاع الكوريك ده على دماغه وعلى رجله عشان هو قال ده هو اللي عاوز ياخده يثبته.